الوليد بن عبد الملك لما حج نعم ومعه ولدا دخل الحرم قبل أن يبدأ بمناسك الحج إيه صنع؟ نسيته؟ قال لي ولدي نعم. سأل أول شيء قال أين صاحبكم؟ من صاحبهم؟ عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح كان أسود اللون مثل الغراب، كان عبدا أسود مملوكا عند امرأة، ولكن الله رفعه بالعلم. كان سيدته امرأة أبدا، كان ينام في الحرم يفترش الأرض ويلتحب بالسماء 20 سنة. لما رأت اجتهاده في طلب العلم أعتقته خليفة المسلمين. قعد في مجلس عطاء، عطاء وهو يتكلم ما قطع كلامه، أهم والله بأس إيده أبدا. أتم حديثه عطاء، انتهى من حديثه ثم التفت إليه فقال له خليفة إني أريد الحج فعلمني المناسك، فجعل يعلمه المناسك، كل منسك ومعه الدليل. ثم قام إلى الطواف الخليفة ومعه ولداه، ثم ذهبوا إلى المسعى. لما توجه إلى المسعى أمر الخليفة مناديا ينادي في مكة، ألا لا يفتي في مكة إلا عطاء بن أبي رباح، هذا عالم مكة. أولاد الخليفة ما يعرفون من عطاء بن أبي رباح، فقالوا لأبيهم لو أخذتنا إلى عطاء بن أبي رباح خير من هذا الغراب الأسود الذي أقعدتنا في مجلسه. فقال ويحكم إنه عطاء بن أبي رباح، هذا الغراب الأسود، إنه عطاء، ولولا العلم ما قعدت بين يدي. عرفت إيش يصنع العلم بالإنسان؟ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. لا تفهمن من هذا أن والله أفندي بده يدرس مهندس يعني ما يفهم بدينه. مرة زارني 4 من الأطباء لون من شو اسمه أقول مع من حماة طيبة الإمام الله يرضى عنه كلهم ما شاء الله أهل أدب، 4 من الأطباء ما شاء الله، لهم بسم الله تدرسون الطب شيء طيب، تعالوا واقتدوا بسيد الشيخ أبي يسر عابدين مفتي الجمهورية وهو طبيب، اقتدوا بسيد الدكتور سامر النص درس الطب ودرس الفقه والقرآن والقراءات، اجتهدوا من الآن اجتهدوا في حفظ القرآن، لطالما تقدمون المادة وهي 1000 صفحة عم تحفظوا، الآن سهل عليكم أن تحفظوا القرآن تحفظوا الفقه بسم الله. لو إن قرأت العلم حفظت القرآن وحفظت نعم الفقه صرت بمثابة وزير، كما قال مرة الدكتور ماهر رمضان إنما قسم الشرطة هنا في العمارة من أجل تسجيل بيت وقتها سكنت واشتريت منه، فواحد مساعد قال له لرئيس هذا المخفر قسم قال له هذا الدكتور ماهر طبيب أطفال درجة عالي، مساعدته قال له هذا خطيب المسجد عندنا، فإذا بالدكتور ماهر فرح بكلمة خطيب مسجد أكثر من كلمة دكتور، وقال له لرئيس القسم قال له نقول هذا خطيب مسجد أو هذا عالم يعني كما تقول هذا وزير تذوب كل الشهادات تحتها. قلت هذا للشباب هؤلاء الحموية البارحة فاجتهدوا في العلم ربي يرفع من شأنكم، هذا لا يتعارض مع هذا، والله مهندس يعني أنا اختصاصي ما تفقه في دينك شيئا، لا والحمد لله نسبة كبيرة في مدينة دمشق الآن من هؤلاء الأطباء ولله الحمد والمهندسين وغيرهم ولله الحمد، ذكرت لهم عددا كبيرا البارحة من أهل القرآن وأهل القراءات وأهل الفقه والخطباء الذين درسوا مع العلوم الكونية درس العلوم الشرعية فغدوا دعاة لهذا الدين رضي الله عن سيدي الشيخ عبد الكريم الرفاعي، ما كان يأذن لأحد يدرس في جامعته يا أبا سليمان مهندس اللي والله بدي بطل المهندس، ليش بطل المهندس الشيخ هذا الله يرضى عنه الشيخ أحمد شو زيد الهندي أبو براء، قال له سيدي بتفرغ لطلب العلم، قال له لا تمم هندسة واحفظ القرآن وقرأ العلوم الشرعية وتخدم بيوت الله، أبدا تمم هندسة وقرآن وفقه صار خطيبا ومدرسا وهندس في مدينة في سوريا 1000 مسجد هندس،
وحط على صفحة الفيسبوك كل من أراد أن يبني مسجدا فليأخذ هذه المخططات لوجه الله تعالى. والدكتور فاروق الشلق درس الطب قال له اتمم الطب ومع القرآن الكريم والشريعة فغدا رحمة للمسلمين الله يرضى عنه دكتور فاروق الشلق. وهكذا صنع بقية الطلاب فخرج الأطباء وخرج المهندسين وخرج الصناعيين أبدا. شيخ نعيم السوسي الله يرضى عنه والشيخ والمعي كمان الشالاتي عبد المنعم صيدلاني وحفظ القرآن وجمع القراءات وفلان وفلان بسم الله. وهكذا هكذا هكذا الكلام هذا قاله على المحطة الفضائية شو اسمه صاحبك كنت صلي عنده في جامع بدر شيخ منير نسيته منير منير ايه جوادي احسنت يقال له جوادي يقال له كمنتر اي نعم في على التلفزيون التونسي قال يخاطب شباب تونس انه تعالوا اقبلوا اقبلوا يا شباب الشباب يخاطب الشباب الجامعين اقبلوا على القرآن اقبلوا على الفقه. قال نحن في مدينة دمشق كنا نرى الطبيب وحامل القرآن الطبيب وخطيب المسجد الطبيب ويعلم الفقه الطبيب. قال اقتدوا بهؤلاء. قال هذا رأينا منه الكثير في مدينة دمشق قرأوا في الجامعة وجمعوا بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل مولانا مولانا رب العالمين. نعم.